أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله 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 العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إنه هو التواب الرحيم. اللهم يا مسبب الأسباب يا مفتح الأبواب يا مقلب القلوب والأبصار يا دليل المتحيرين يا غياث المستغيثين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. رابطة الشريفة كونكتور حرف دلاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فاتحة الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلوات الشريف. اللهم صل على محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. اللهم صل على محمد الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. الله. سورة الإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله فاتحة الشريفة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلوات الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم 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 اللهم صل على محمد وعلى صل يا ربي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل أجمعين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي توفني مسلما وألحقني بالصالحين. آمنا بالله صدق الله ربنا العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأصحابه الكرام وإلى أرواح إخوان الأنبياء والمرسلين وخدماء شرائهم وإلى أرواح الأئمة الأربعة وإلى أرواح مشايخنا والطريات النقشبندية العلية خاصة إلى سيدنا عبد الخالق الغجدواني وإلى ختم الخواجة كان الفاتحة. فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله
نبينا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. لا إله إلا الله محمد حبيب الله عليه صلاة الله. لا إله إلا الله محمد النبي خليل الله عليه صلاة الله. لا إله إلا الله محمد صفي الله عليه صلاة الله. لا إله إلا الله محمد النجي الله عليه صلاة الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إلى حضرة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام وإلى أرواح مشايخنا وسائر ساداتنا الصديقين الفاتحة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بلى يا الله. الله 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 ونعم الوكيل. الله 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 Allah, Allah.
الوكيل نعم المولى ونعم النصير. غفرانك ربنا وإليك المصير. نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حق 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 نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله الله حق الله الله حق الله الله حي الله الله حي الله حي يا قيوم الله حي يا قيوم. نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ويا Yeah.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. 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 صل يا ربي وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل أجمعين، والحمد لله رب العالمين، على أشرف العالمين سيدنا محمد الصلوات، على أفضل العالمين سيدنا محمد الصلوات، على أكمل العالمين سيدنا محمد الصلوات. صلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عليه وعليهم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين، وعن التابعين بهم بإحسان، وعن الأئمة المجتهدين الماضين، وعن العلماء المتقين، وعن الأولياء الصالحين، وعن مشايخنا في الطريقة النقشبندية العليا قدس الله تعالى أرواحهم الزكية، ونور الله تعالى أضرحته المباركة، وأعاد الله تعالى علينا من بركاتهم وفيوضاتهم دائما، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحديث وهو ما قرأناه يسر ما تلوناه بعد القبول منا إلى حضرة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وإلى أصحابه الكرام وإلى أرواح إخواننا الأنبياء والمرسلين وخدماء شرائهم وإلى أرواح الأئمة الأربعة وإلى أرواح مشايخنا بالطريقة النقشبندية العليا
خاصة إلى روح إمام الطريقة وأوس الخليفة هاجم الدين الشيخ محمد ويسي البخاري وحضرة أستاذنا سيدنا سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد الله فاز الدعستاني وسيد الشيخ محمد ناظم الحقاني وعبد الخالق المجدواني وأهل ختم الخاجكة وسائر ساداتنا الصديقين والأرواح أبائنا وأماتنا وأجدادنا وجداتنا وأبنائنا وبناتنا وأخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخواننا وخالاتنا وإلى أهل العبا وأهل بيتنا وإلى المظلومين السادات الشرفاء والغزاة والحجاج والمعتمرين في برك وبحرك وجوك من أمة محمد عامة أجمعين لهم منا ولنا معهم الفاتحة. سبحان ربي العلي على الوهاب. شيخ مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل مجلسنا هذا أول ورحمة وأوسطها نعمة فأخذها مغفرة وتدرم دعوة بركة ورحمة أولها صلاحا وأوسطها نجاحا فآخرها فلاحا. اللهم استجدنا من الغفلة اللهم نبر قلوبنا بنور الإسلام آمين. اللهم نبر قلوبنا بنور الإخلاص آمين. اللهم نبر قلوبنا بنور الإطمئنان بالذكر والشكر لك يا رحمن آمين. اللهم نبر قلوبنا بنور أسر الحجاج والمؤتمرين اللهم نبر قلوبنا بنور القرآن اللهم نبر قلوبنا بنور أوليائك الكرام اللهم نبر قلوبنا بنور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهدنا يا الله برؤية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والذهب الآخرة آمين. ثبتنا عنده يا الله بالوصول ثم الثبوت عنده يا الله اللهم أكرمنا به يا الله مجعلنا خيطه مدينه خيط راسي ظاهرك وباتنا اللهم اجعل آخر كلماتنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا في سبعة الأواخر من أنفسنا أمامك يا رب إن حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إنما أحسن كان بشراب الناس إنما أشهد لك فاشتقي استهلت إنما كنت روح عليك رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يا الله يا نور يا حق يا مبين بين علينا يا ضال الحق فارزقنا قوم اتباع بين علينا للباطل وارزقنا قوم استجابه يا سيدنا محمد يا رب الرحمه ارحمنا يا الله جميعا بجنه محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحه. تقبل الله. Some qasida, you can recite some qasida and then قصيد